الثاني اتعامل بعد 3 ساعات ان الاهالي لقوا اربع عربيات هي شارع اربع عربيات شارع 103 فيها خراطيش وفيها شايف اللي كانت طلقات نظف مع بعضها اتاجلت ليه يا استاذ واتنحى هو على الاولى ونظف دي بس التالت مستشار مين يا بيه مش فاكر اسمه مستشار مصطفى سلامة هو اجلها لايه طيب 11/3 تمام عشان نعمل طلب ضبط الاحوال والشهود الاثبات وضبط الاشارات برضك هنتكلم عليه انت جبت تقرير طبي واحد مستشفى مقطم واحد مستشفى الشرطه والاثنين مزمنه في واحد الساعه 7 مساء 9 مساء في يوم 1/7 قبل المحضر بتاع 2/6 خلاص القضيه ملهاش ادله تأيدها اصلا ملهاش ادله والناس محبوسه بقى لها سنه داخل على السنه يعني اللي شبه الراي العام هو اللي شغال في القضيه